الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. مع ليلة القدر نلتقي بعون الله تبارك وتعالى. اقتضت حكمة الله سبحانه تعويضا للأمة الإسلامية في أعمالها القليلة وأعمالها القصيرة أن يكبر هذا العمل وأن يزيده وأن ينميه لهؤلاء المؤمنين. أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكانت هذه الليلة تضاف في حساب المؤمن وفي رصيده عند الله تبارك وتعالى. إنها ليلة مباركة، يقول الله تعالى في صدر سورة الدخان، يقول الرحيم الرحمن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. وهي ليلة الشأن والعظمة، يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في إحيائها وفي قيامها، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورغب أيضا في بأسلوب بلاغي في أن يحييها المسلم بطاعة الله تبارك وتعالى بالتهجد، يقول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وبتلاوة القرآن وبالذكر وبالدعاء. وعلمتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم تعليما لها وللأمة في شخصها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. حفظ الله بلادنا وسائر بلاد العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.